هنتكلم عن الوقت الصح ان انت هتجوز فيه. يا ترى ايه الانواع اللي ممكن تتجوز؟ يا ترى ايه السن اللي تقدر تجوز فيه وبالتالي النتاية او الذكر يقدر يخصى بالانثى او النتاية تقدر تشتال وتشتغل؟ طبعا الحاجات دي كلها هنتكلم فيها. يا ترى في اضرار من عدم التزاوج؟ ايه السن الصح؟ لان احنا عندنا في مصر لما النتاية بتجيب 3 سنين بنقول لك يا عجوزة. بالعكس، النتاية الصح بتاعها من سنتين 3 هو ده النضوج السليم. يا ترى الكلاب الكبيرة زي الكلاب الصغيرة في وقتها في التزاوج او في نضوجها؟ ده اللي احنا هنقوله في فيديو النهاردة. موضوعنا النهاردة كبير قوي، النهاردة بنتكلم عن تزاوج الكلاب وايه الوقت المناسب فيه، لان انا واحد من الناس جوزنا 3-4 نتي في موسم الصيف ده وما تمتش. فعشان كده عايزين نكمل الفيديو ده وما نبخلش بمعلومة لحد، والناس تدعمنا وتعمل لايك والشير. الموضوع ده زعل ناس كتير قوي الصيف ده. في ناس بتجوز وللأسف ما بتبقاش عارفة يا ترى ايه المشكلة عندي، ليه النتاية ما مسكتش. انت على فكرة لازم تهيأ جو كويس جدا 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 للذكر والانثى. لازم الجو ما يبقاش حر، لازم يكون فيه تبويض علشان مش عملية كده. لازم تطمن كل فترة على ذكرك، هو جاب عيال اهو، بس ممكن بعد فترة انت اهملت في اكل او كان جاله شوية التهابات في العضو عنده بالتالي منعت الخلفة عنده. فانت لازم تتأكد بصفة دورية عند دكتور وتتابع نسبة الخصوبة عند ذكرك ايه، لان الحاجات دي كلها بتعطل فعلا التزاوج عند النتاية. فبالتالي الحلقة بتاعت النهاردة هتبقى حلقة دسمة ان شاء الله. يلا بينا. طبعا يا جماعة كتير مننا قوي جوز الصيف ده، وللأسف في جوازات كتير ما قبلتش، وجوزنا من ذكر ومن 2 ومن 3. فموضوع النهاردة هيبقى دسم قوي، هنتكلم عن كل حاجة عن تزاوج الكلاب. بس يا جناي هنتكلم عن كل حاجة عن تزاوج الكلاب. فبالله عليك شير الفيديو ده لانه مهم قوي قوي قوي، وهنتكلم في حاجات احنا ما اتكلمناش فيها. الاول صلى على حبيبك النبي وتعمل متابعة واعمل لايك للصفحة. جواز الكلاب عبارة عن تزاوج ذكر لأنثى، أغلبية نجاحه بيعتمد على الوقت المناسب للجواز ده، مش في أي وقت بنجوز الكلب. هنتكلم عن حاجات كتير. هنبدأ أول حاجة هنتكلم عن شوية معلومات عن التزاوج. طبعا العمر بالنسبة للأنثى والذكر، في ناس بتبلغ من 6-7 شهور، وبرضه من الذكورة ممكن من 6 أشهر ذكر لو اتجوز يخلف، ومن 5 أشهر. بس أنسب عمر إيه؟ إحنا بنقول الذروة بتاع الخصوبة أو البلوغ السنة، اللي هو موعد النضوج السنة. طبعا فترة التزاوج أو الوقت الصح له بيكون في فترة الحيضة اللي هي نزول الدم عند الكلب. السلالة يجب ان احنا نختار ذكر مظبوط مع أنثى مظبوطة عشان يديك انتاج كويس. بالنسبة لوقت التزاوج، طبعا احنا اتكلمنا وقلنا قبل كده الحيضة لما بتيجي اول مرة ممكن تيجي من 6-7 اشهر بنفوتها، بتيجي المرة التانية على السنة او اقل من السنة ممكن نفوتها، المهم تبقى مش قبل سنة. طبعا الحيضة احنا قلنا قبل كده بتيجي على مراحل. يعني ايه؟ يعني بيجي الاول نزول دم، وبعدين بتنشف، وبعدين بتقفل. احنا بنجوز من بعد اليوم التاسع، يعني ممكن تجوز 9-10-11-12-13-14-15-16، معاك يجي 7-8 ايام تجوز في الوقت اللي حضرتك عايزه. طيب وقت الالتصاق بتاع الذكر، طبعا للناس اللي ما شافتش قبل كده كلاب بتتزوج، هي الكلاب لها نظام تاني، يعني هو بيطلع بيبدا يدخل القضيب بتاعه في مهبل الانثى، وبالتالي بيحصل نظام تدخيل، وبعد كده بنلف الكلب بيحصل انتفاخ في الجهاز التناسلي عند الذكر وبيمسك في الانثى. بيقعد وقت قد ايه؟ الوقت الطبيعي من 8-9 دقائق بيوصل لغايه 45 دقيقه. في ذكر بيبقى 5-6 دقائق ما بقتنعش بالجوازه دي، 2-3 ما بقتنعش بالجوازه دي، ولكن الصح بتبقى من 10-12 دقيقه وانت طالع. سن الجواز بالنسبه للاثنين احنا قلنا يفضل بعد السنه. طيب علامات التزاوج، في علامات عند الذكر، في علامات عند الانثى. بالنسبه للذكر، الذكر بيبدا يعمل علامات التزاوج على اي حاجه، ممكن يطلع على رجلك، ممكن على ذكر تاني، ممكن على انثى، ممكن على كنبه، ممكن على اي حاجه. تاني نقطه، بتلاقي الذكر بيبقى فيه بعض العصبيه، تلاقي الذكر متعصب، تلاقيه مهايبر، جواه باور عالي. تالت نقطه،
الديل بيبدا يعمل انحناء ديل، بيبدا يعمل حركات غريبه، بيبدا ما بيسمعش الكلام، بيبدا يطارد الذكوره، بيحصل تبول كتير، ان هو بيبدا يروح في اماكن يقعد يتبول على الحيطان الحيطان الحيطان. طب ليه؟ علشان يفرز ريحه اللي هي بتجذب الانثى له. اما بالنسبه للاناث فليها علامات تانية خالص. ايه هي؟ اول حاجة تضخم المهبل. تاني شيء القلش عند الانثى، او ان احنا بنقول شعرها بيبدأ من عند الفخاد يتطاير. ممكن تعمل علامات التزاوج، ممكن بيحصل نزول دم غامق في الاول وبالتالي بتفضل تتابعه، اول ما الدم بيبدأ ينشف بنبدأ نجوزها. تغيير في السلوك، وان هي ممكن تعمل حركات تزاوج اللي هي نفس حركات الذكر، التبول المتكرر. يعني انت بتمشي بتلاقيها كل شوية بتقعد ان هي تعمل حمام هنا شوية وتعمل حمام هنا شوية وتعمل حمام هنا. طب لو انا ما جوزتش لا ذكر ولا انثى ينفع؟ ينفع، ولكن في بعض دراسات قالت احيانا بيحصل مشاكل عند عدم التزوج. طب ايه هي المشاكل؟ اول حاجة بيحصل سلوكيات غير مرغوب فيها، يعني احيانا تلاقي الذكر مهايبر وما بيسمعش كلامك، يهديك يرضيك ما بيسمعش كلامك. احيانا بيحصل مشاكل عند الاناث والذكورة اللي هي ايه، في تورم في الجهاز التناسلي او تورم في الثدي عند الاناث نتيجة ارتفاع الهرمونات عندها ومفيش تزوج. تالت حاجة بيحصل اجهاد نفسي للذكر، يعني ايه؟ نتيجة احتياجه الجنسي للعملية دي نتيجة احتياجه الجنسي للعملية دي، فبالتالي انت ما بتنولوش الرغبة بتاعته، فبيحصل اضطرابات جنسية ان انت ما بتخليش الطبيعة بتاعته تشتغل. تعالى بوجي بوجي تعالى، ما بتخليش الطبيعة بتاعته تشتغل، فبالتالي بيحصل مشاكل عند الجهاز بتاع الذكر ومشاكل عند الاناث. هنسأل سؤال بسيط كده حالا، هو انا ممكن اجوز كلب مع قطة؟ لا. طب ليه؟ لان الجينات، بصوا يا جماعة كل كلب له جينات وسلالات معينة، يعني الكلاب تنفع تتجوز ذئاب، القطط من فصيلة الاسود بس عيب، لا من فصيلة الاسود، فينفع كلب قطة؟ لا. كلب وديب ولكن نادر. طب نادر ليه؟ لان الكلاب موجودة في بيوتنا قليلة، اللي موجودة في الحاجات البرية زي الديابة اللي هي الصحاري والاماكن اللي هي فيها الديب البري، فبالتالي ممكن يحصل تزاوج ما بينهم. ممكن تجوز كلبة اثناء الحمل او يحصل ذكر؟ لا طبعا، ده غلط، ده اول حاجة يسقط النتاية، تاني حاجة النتاية مش هتقف، تالت حاجة لو جوزت نتاية غصبا عنها في اي وقت بدون دورة الشبق او الحيضة بتاعتها هيحصل نزيف وتهتك احيانا في الجدار عندها او في المهبل بتاعتها، هيحصل مشاكل وحشة. احنا بنجوز كم مرة؟ المفروض طبعا بتعمل تحليل بريجسترون، اذا انت مش بتعمل احنا بنجوز من اول يوم التاسع او العاشر، بنجوز يوم ويوم مرتين او ثلاثة لغاية ما احنا بنبقى مطمنين، وكثرة الجوازات اللي هم المرتين ثلاثة دول احنا بنقول ان احنا علشان نشبع رغبتنا احنا، ان احنا نقول اليوم اللي هي عالية فيه ربنا ييسر لها امورها فيه. وبكده يبقى ان اتكلمنا عن التزوج، اهم حاجة الوقت الصحيح يا جماعة. يا رب يكون استفدت من الفيديو ده، يا رب تكون قدرت اوصل لك معلومة كويسة تقدر تفيد انت بيها غيرك عن طريق الشير واللايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.